شو؟ شايف عاجبك الحصان؟ ايه حصان نفيس الله يحمي لك يا. والله بكل الشام ما في مثله. مسيك ذبحه مثل ما ذبحت اللي قبله. مسيك انا عبد مأمور يا ابو العباس. مين لأمرك تقتلني؟ رح احكي لك قصتي من اولها لتاليها. احكي. علي الامان يا ابو العباس، شايفك سكتت يا كبير. عليك الامان. اكيد يا ابو ضاي. حمزه ابو العباس بعمره ما خلاف، لا مع صديق ولا مع عدو. احكي وعليك الامان. انا زلمه معتر وعلى باب الله. لولا الفقر والعازي ما كنت عملت هالعمله. لا والله. بس عندي كوم عيال يا كبير ولازم اربيهم. بيوم من الايام اجى واحد وقال لي انه سمعان عن نيشان باروتي انه ما بيخيب. وقال لي، استغفر الله العظيم. كمل. قال لي انه بيعطي لي ذهبتين براسك. منو هذا اللي دفع لك ذهبتين براسي؟ بوس ايدك عفيني من اسمه يا ابو ضاي. ولك انا اعطيتك اماني. احكي. انا عندي عيال وخايف ياذيهم. عيالك بحمايتي. احكي حاجه تلف وتدور. احكي. اسمه طلال. ايه اسمه طلال. وقال لي في ذهبتين تانيات وقت بقتلك. شو بيثبت لي صحة كلامك؟ انا حكيت لي عندي يا ابو ضاي. وليتني قدامك فيك تعمل فيني شو ما بدك. وما قال لك ليش بده اياك تقتلني؟ قال لي انه في تار قديم بيناتكم وانك صاحبه من زمان. والشغله اللي محلي فيها انه فيها عرض شرف. معقول يكون طلال مفكر انه في شيء بيني وبين مال الشام؟ لا سمح الله. لعمة من الرواية لعمة. اسمعني مني يا عمي، من هاللحظة هي بتبقى عندي هون وانت بحمايتي، واللي بيصير عليك بيصير علينا وسعرك بسعر رجالي. الله يخلينا اياك يا كبير. الحمد لله اللي طلعت منا، وهلا فيني نقي يوم قتلك تنقاي يا حقير، واللي بيت اهله على مهله. مور يا ابو ضاي. مور ابو ضاي. اسمعوني منيح يا رجال، ابو حنا على وصول، وهذا تاجر ماشي جايب لنا كم راس معزه انا حاطط دم قلبي فيهم. ها لهيك بتستقبلوه بتكرموه وبتبيضوا وشي معه وبتدفعوا له حقهم اذا اجى بغيبتي. مسيك. أمرك أبو ضاي. أمرك أبو ضاي. ما بدي وصيكن. ها وبتتفقدون راس راس وعلسي من دون ما يحس. الزلمة في بيننا وبينه فاتحة شغل لقدام، بتبيضوا وشي معه. أمرك أبو ضاي. عمي حسن، هاي المالكانة مالكانتك والرجال إخواتك، وشو بدك بيصير؟ بتتصرف أنت موان. ها تروح ترجع بالسلامة يا أبو ضاي. الله يهون دربك. يلا السلام عليكم. الله معك. أيوة هيك لك. قلت لي أبو حنة يصير. قبل ما قلت لك بدي أحرق قلبك على رزقك كله يا واطي. موتك رح يكون على إيدي بإذن الله. شرف عمي شرف. نورت. سيدك شرف. كيفكم؟ كيف كان الطريق؟ نشكر الله الحمد لله. شرف شرف. يا بيت أحمد سهل. أنا اسمح لي بدي أمشي. يعني ما بتسمع مني وبتنام عنا الليلة وبكرة بتمشي على ضوء؟ لا هالمرة اسمح لي، عندي شغل ببعلبك بكرة الصبح بكير. براحتك. توصل بالسلامة. السلام عليكم. الله معك. أهلا يا أبو حنا. قهرت رح أجيبك لك وحياة ما سآني إياها لما خليك تتهنى بيوم واحد يا واطي. من بعد إذنك أبو العباس، هذا أبو حنا من ساعة اللي شفته ما حبيته. مدري شو عامل للطرش. سكر تمك يا ولاد. أبو حنا تاجر أباً عن جد، سمعته مثل المسك. طيب أبو ضاي، ممكن العلف يكون فيه شي كاينة. إيه والعلف من عند أبو حنا. خلصنا بقى،
قلنا لكم الزلمة سمعته مثل المسك. أصبح القصة بالمي أبو ضاي، المي فيها شيء. شو بده يكون فيه بالمي؟ أبو ضاي المي قبل ما تجي لعنا بتمرق أراضي كتير، جائز تكون مرقة في أرض فيها عشوة مسمومة. على هالحالة كان الخيل والطرش كله نسم، وكنا سمعنا من الناس القصة. أصبح الطرش مسموم عنا هون بالمالكاني، ما في غير هيك. شو هالحكي لك حسان؟ مين هاد اللي رح يتجرأ ويسمم طرش المعلم حمزة ونحن هون بالمالكاني وفينا نفس عم يطلع وعم ينزل؟ يلا خلصنا بقى، القصة مو قصة سم، وبتسكرولي على السيرة نهائية، ما بدي حدا يضرب اللي صار هون، علم؟ استغفر ليكم، على نفس القعدة، من لما راحت خالتي الحسان هو على نفس القعدة يا عمي محسن. مشان هيك قلنا ما في غيرك تعرف شو وجعه شو عيلته. وخالتي محسان حلفت وقالت ما بترجع. خلص فهمت، تركونا. شو حمزة عجبك وضعك هيك مطول وانت هيك؟ تكون نسيت حالك؟ لك انت بطل، انت اللي حطيت راسك براس الحاكم العسكري. نسيت اللي طلع الفرنساوي برات الشام هو ورفقاته؟ ما بيقعد قعدة النسوان هي اللي انت قاعدة. ولك انت ربيت بين الظلم والطين وكبرت وصار اسمك موال على لسان اهل الشام كلها. هيك من اول عاصفة بتهر. لا لا يا أبو العباس، قوم يا بطل قوم. داري الهوى يا صاحبي أقوى من كل المراجل والبطولات. علي الحلال أقوى. تعبت محسين، لك روحي تعبت. علي الحلال ضايع وما عم بعرف شو عم بعمل. مغروم يا أبو العباس، مغروم. قسما بالله لو كانت بنته العنتر لجيب لك ياها حليلة وقعدة جنبك منيح. وانا الخبز والملح، ولك امنتك على بيتي وحطيتك بين رجالي، ولك بلعت كل نادالتك القديمه ولسه جاي تخوني وتقتلني مره ثانيه، ولك انت مين؟ مين انا؟ المقهور يا ابو العباس، انا اللي دماغي مع مين اجيب منك؟ دم اخوك؟ مين اخوك ولا؟ يا اخي، اخي اللي قتلته وحرمت منه يا ابو العباس. ايه أخي اللي قتلته وحرمت أولاده منه. اسمع يا أبو العباس، أنا لا بعرف طلال ولا بعرف غيره. أنت زلمة قتلت أخي، وأنا سمعت بقصة طلال، سمعتك عم تقول لخالتك عنها، وقلت هي القصة الوحيدة اللي هتخليني عندك هون بالمالكانة، وهي الحجة الوحيدة اللي قلت لك وأخذ بدالي. نحن جماعة فقر ومعترين أبو ضاي، لولا الفقر والعازي ما كنا رحنا عن الفرنساوي. لا والله، بس الفقر ذبحنا يا أبو ضاي وعركنا العركان. جيت أنت وقتلت أخي اللي مالي غيره،
ومن يومها عهد الله ما نام الليل لاخذ بتار اخي وتار اولاده. وانا من وقت استشهد اخي اخذت عهد على نفسي احرق الاخضر واليابس تحت كل مين بيشد على ايد الفرنساوي، واخوك كان مع الفرنساوي، وكان لازم تعرف منيح اللي بيخون اهله وناسه القبر احق فيه. مسيك مسيك، اذا الخنجر بيطفي نارك وبيهدي قلبك حطه بنص صدري. اسمعني منيح، نحن لما قتلنا الفرنساوي طلعنا وحطينا ارواحنا على كفنا ومشينا وقلنا يا رب. تعرف ليش؟ لانه هاي الارض هي عرضنا وشرفنا وكرامتنا، واللي بيبيع عرضه وشرفه وكرامته يا حسن القبر اوجب فيه. واخوك باع الله يرحمه. نحن اولاد هالبلد ونحن اوجب ببعض، وبدنا نضل نحب بعض مثل قبل واكثر. ولا تقول غير الله يجيرنا من الجاي، والله لا يدوقنا اللي دقناه على ايدين الفرنساوي. عم تفهم علي؟ وسيدك يا ابو ضايف سامح، انا خنتك وخنت شهامتك وكرمك. وسيدك سامحني. انت ما خنجيه من الناس، سعرك بسعر رجالي بتضل عندي هون مثلك مثلهم، واللي بيصير عليك بيصير علينا، والشي اللي صار بتطوي عليه نهائيا. ما بدي جنس مخلوق يعرف فيه. عم تفهم حسان؟ لا ابو ضاي، انت زلمه ذكرته معدل، وانا خايف في يوم يرجع فيه دم اخي جواتي. مسيخ خنجرك. ستور ما شفت مني يا ابو ضاي. الله معك، الله يحميك يا ابو ضاي.